السعيد احمد عفيفي مواليد 2008، ومركزي في الملعب هاف رايت او نص ملعب او صانع لعب. عارفين كلنا انه اللي بيطلع وليد الصدفه بدراعه زي ما بنقول. يعني جه الوقت انه دلوقتي نبتدي نخطط ونشتغل بجد علشان يبقى عندنا ابطال حقيقيين متخططين ومتخطط لهم صح. دايما هتلاقي المشكله بتاعتنا كلها بتتلخص في لو عندي لعيب كويس، هتلاقينا دايما بتوع الكوره يقول لك ايه بس عنده مشكله في العقليه في المنتاليتي، فيضرب لك مفك دايما في لعيب الكوره الجامد لانه في جانب مهم مش موجود عنده، العقليه. جمال المشروع اللي احنا بنتكلم عليه ان هو مهتم بقى بالحته دي بجد، بالدراسه وبالتعليم، فهيطلع لك شخص عنده الجزئيتين، عنده العقليه والادراك لحجم المسؤوليه والنجوميه واللي مطلوب منه، وفي نفس الوقت هو بالتأكيد لعيب موهوب. أشارككم في حفل إطلاق وافتتاح رايت تو دريم في مصر، اللي أنا شخصياً سعيد ومتحمس لها جداً. الناس كتير بتسألني إيه سبب إن إحنا بنستثمر في رايت تو دريم؟ والحقيقة الموضوع ده بدأ بزيارة ابن لطفي لغانا سنة 2013، وزار فيها أكاديمية رايت تو دريم، ولاحظ إنها مش مجرد أكاديمية كرة قدم، لأنها بتضم مجموعة من الإخصائيين والأساتذة لكيفية رفع كفاءة اللاعبين والطلبة، وده كان دافع أساسي إن إحنا نبني شراكة على المدى البعيد. ويمكن في سبب تاني، إنه نموذج رايت تو دريم قريب جدا لتفكير وفلسفة عيلة منصور، إن إحنا بنسعى دايما لبناء كيانات وأعمال مستدامة عشان نقدر نرد بعض من الجميل ان مجتمعاتنا وبلدنا الحبيبه ادته لنا على مدار السنين. بالنسبه لرايت دريم في مصر، يعني احنا بن بن يعني اهم حاجه عندنا الكوادر اللي شغاله معانا، وعشان نكتشف المواهب اللي موجوده في مصر لازم يبقى بنلف مصر شبر شبر. فالحمد لله يعني عندنا ناس او كشافين او منظمين معانا من اول اسكندريه لغايه اسوان عشان نكتشف المواهب دي. اتفضل. ممكن ابتدي الاول باللوجو. النجمه اللي في النص ده اللاعب او اللاعبه، والخطوط اللي حواليها دي بنسميه ريبل افكت، او ان الشخص ده يبقى ايجابي في المحيط بتاعه او في المجتمع بتاعه، عشان نبتدي ونبقى يعني في ايجابيه وفعاليه على الارض الواقع. يعني ففي 2021 في شهر 6 بدانا الاول بالفيوم، وابتدينا نلف لمده 6 شهور لغايه ما وصلنا كومومبو، واتفرجنا على حوالي 35,000 او 40,000 لعيب، وقدرنا نختار منهم 150 لاعب وصفناهم في شهر 23/22. واحنا موجودين هنا النهارده عشان الانطلاقه بتاعت رايت تو دريم اللي هي بدات في شهر 10 اللي فات. التايم لاين بتاعنا بتاع مصر، احنا بدانا قبل ما الاستحواذ يخلص في 2021. كنت ابتديت الف في مصر مع كابتن اسلام مجاهد اللي هو موجود في المنصورة، عشان نحط خطة ازاي هنكتشف المواهب اللي موجودة في مصر. كابتن حمدي قال لنا في اختبار جالكم هتديكم فرصتكم كده احسن من انديه مصر. الاكاديمية بينت لنا ان هي بتهتم اهتمام غير عادي باللاعب، تعليم كويس، يتعامل مع الناس ازاي، شخصية عامة. فبدأنا الاختبارات ومعدي الفرقة كلها، يعني ديريك جايبني وقال لي يو ار ذا بيست، يو ار جوينج ستريت تو بادية. عبد الرحمن يومها احتار من احتار ما نعمش مفرحة، يعني فرحان جامد ان هو هيروح، وقال لي يوم وضع انا اروح معسكر وكلام من ده. كانت ان الاكاديمية تاخده والدراسة تبقى هناك والتمرين وكل حاجة تبقى هناك، تنمي شخصية او عايزة تطلع شخصية متكاملة.